حققت قناة السويس المصرية في شهر أغسطس أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 744 مليون و900 ألف دولار بارتفاع سنوي 32.4% بحسب البيان اليوم الخميس من الهيئة. شهدت القناة أكبر حمولة صافية شهرية 127 مليون طن بارتفاع 16% على أساس سنوي. من القاهرة أرحب بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك فريق أسامة. يعني كنا نتحدث الشهر الماضي أيضا مع الارتفاع في الإيرادات، وعلى ما يبدو أنه استمرار زيادة عمليات نقل الغاز والنفط لأوروبا لازال يؤثر بشكل إيجابي على إيرادات القناة، هل هناك عوامل أخرى؟ طبعا احنا يعني عامل مهم احنا الخدمه اللي بنقدمها للعملاء. نعم. وان احنا دايما بنحرص على ان لما بنجد اي مشكله عند العملاء او اي مطلب احنا بنحاول نحققه، زي اللي بيحصل دلوقتي في القطاع الجنوبي. القطاع الجنوبي ده اساسا كان نتيجه برضه ان احنا هو كان متخطط له قبل كده، احنا لكن احنا بدانا فيه بدري شويه عن التوقيت اللي كان متحدد له، لان احنا لقينا ان الكيرفات اللي موجوده في القطاع الجنوبي والتيار اللي بيأثر على الدفه زي ما حصل بتاع عامل من العوامل اللي ادت الى حادثه ايفر جيفن، احنا بدانا دلوقتي نطور في القطاع الجنوبي منه كمان البحيرات المره ال 10 كيلو اللي احنا بنعملهم دلوقتي مستوجين، هيبقى كل عرض قناه فيهم 292 متر هينضموا لقناه السويس الجديده بدل ما هي 72 كيلو تبقى 82 كيلو. برضو موضوع ان احنا عندنا حلول لكل المشاكل زي ما حصل مع ايفر جيفن، ان كان في حل سريع، ففي حلول كمان لل 422 سفينه اللي كانوا عالقين بعد ايفر جيفن، ان احنا عديناهم في اربع ايام يعني 100 سفينه في اليوم. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي، ال 16 محطه اللي تحولوا للتحول الرقمي، الخدمات اللي احنا بنقدمها الرقميه، يعني الحجز بقى الكتروني دلوقتي على المنصه على موقع الهيئه، الدفع بقى الكتروني، كل الحاجات دي خدمات بتوجه الانظار ان لا قناه السويس افضل من اي طريق اخر. نعم، وذلك يدفعني للتساؤل، يعني طريق بحر الشمال والحديث انه في المستقبل يمكن ان يؤثر ذلك على ايرادات قناه السويس، على الرغم من انه يعني رسميا روسيا نفت انه سيؤثر على قناه السويس عبر احد الوزراء، لكن يعني رؤيتك ايضا يعني هل يمكن ان يكون هناك تاثير في المستقبل يعني اذا ما زادت عمليات النقل عبر هذا الطريق؟ لا يا فندم، انا ما افتكرش طبعا ياثر على قناه السويس، لان الطريق ده بيشتغل في على حد اقصى ثلاث شهور او اربع شهور، وده منافي للخطط الجداول الملاحيه اللي بتعملها الشركات والخطوط الملاحه، كانت بتخطط لمده لا يقل عن ست شهور، وبالتالي هو الطريق ده بعد كده مقفول كله عشان بيبقى فيه جليد، طريق مكلف جدا لان كل مركب بتعدي بيبقى قدامها كساحه جليد، الاعماق والحمولات لازم تبقى قليله عشان المركب ما يبقاش غطس سطحها كبير، ممكن الغطس بتاعها يصطدم بجبل ثليج، فلا يعني وانا اعتبر ان هو خط بيني يعني تجاره بينيه بين المدن اللي بتطل على هذا الطريق، لكن يبقى مؤثر او موازي لقناه السويس او ينافس قناه السويس صعب جدا ان يبقى بالطريقه دي. طيب يعني كان هناك حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي انه المشروعات الجديده للقناه يتم تمويلها من الايرادات للهيئه، والايرادات مرتفعه في هذا التوقيت، فيعني اخر تطورات في المشاريع الجديده سياده الفرق؟ هو طبعا احنا اهمهم دلوقتي والمشروع العملاق اللي احنا شغالين فيه هو المشروع القطاع الجنوبي اللي هم ال 40 كيلو اللي احنا بنطور فيه. في 10 كيلو زي ما قلت لحضرتك بنعمل فيهم قناتين، في 30 كيلو بنعمل فيهم اتساع لجهه الشرق، عرض القناه بنعرضه 40 متر وبنعمق المجرى من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 27 متر، ودي هتحسن حركه الملاحه في الجزء ده بنسبه 28%. ده اكبر مشروع بيتعمل، علاوه بقى على المشاريع اللي احنا بنعملها زي الوحدات البحريه، يعني سياده الرئيس كان شرفنا السنه اللي فاتت ودش ال 42 وحده بحريه جديده كلهم معمولين في الترسانات بتاعه الهيئه وفي شركات الهيئه، النهارده بندش 16 وحده ثانيه برضو كلهم متصنعين في شركات الهيئه وفي ترسانات الهيئه، يعني دي المشاريع اللي احنا دايما بنشتغل عليها، تطوير المجرى الملاحي وتطوير الاسطول بتاع هيئه قناه السويس. طيب ماذا عن مشروع الموانئ اليخوت؟ يعني ايضا ثلاثه موانئ لليخوت ستكون موجوده، متى البدء في هذا المشروع؟ هو ايضا من ايرادات الهيئه، او ما هو الجدول الزمني لتنفيذه؟ صحيح، احنا بدانا اوريدي فعلا في بورسعيد وفي الاسماعيليه، احنا عندنا ثلاث مراسل اليخوت في الاسماعيليه والسويس وبورسعيد، صدقنا من سياده الرئيس ان احنا نبدا في الاسماعيليه وبورسعيد، فعلا بدانا، وكمان هنعمل ميناء يعمل بالطاقه المتجدده او بالطاقه الخضراء في برضه في الاسماعيليه، يعني هيبقى في اثنين مينا
كل ميناء فيهم 60 يخت والميناء الثاني 65 يخت. سيادة الرئيس طلب ان نضاعف هذه الاعداد، هنضاعفها ان شاء الله. علاوة على مرسى الخوت بورسعيد 75 يخت احنا بدأنا فيهم، كل مشروع فيهم هياخد بتاع الاسماعيليه مثلا هياخد في حدود 14 شهر، بتاع بورسعيد هياخد له حوالي سنه ونص ان شاء الله. طيب سؤال اخير فريق اسامه، يعني وملف شركات الهيئه وطرح هذه الشركات في البورصه، هل هناك جديد او اين وصلنا في هذا الملف؟ والله احنا دلوقتي شغالين في مناقشات وبحثات مع وزاره الماليه وقطاع الاعمال ان احنا ندخل الشركات في البورصه، بتدرس دلوقتي ويتعمل لها دراسه سوقيه او يتعمل لها دراسه جدوى. وانا اتوقع ان احنا ان شاء الله لاخر السنه دي او اول السنه ممكن تكون في شركه معينه تكون دخلت، وبعد كده تليها شركتين اخرتين، لكن هنبدا بواحده الاول كتجربه يعني، وبعد كده نكمل ان شاء الله، لكن ماشيين في الموضوع كويس ما وقفش يعني. يعني ربما بنهايه هذا العام شركه من شركات الهيئه ستكون موجوده في السوق الماليه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشكرك على هذه المشاركه وعلى كل هذه المعلومات، الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شكرا جزيلا لك. اهلا بحضرتك.